المستشفى التركي إهمال في تخزين أدوية وجد حقن وحقن مرمية بالناحية الجنوبية الغربية مخزنة وحقن بعيدة الصلاحية. يعني دي 1/25 في سبيرا شهر 1/25 دي حقن 5 مل بيشتريها في النهاية المريض يعني من برا وهي أصلا متوفرة وغير متوفرة لو متوفرة في مخزن معليش يعني كان أظن هناك لكن متوفرة ومجوعة مركونة وسط الحتة دي يعني أنت وعلى ذلك غش دي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة دي خمسة حقن خمسة كراتين بتاعت حقن من الحقن الخمسة مل ستة سبعة الذي مع مقاسة براهم واحد اثنين الاثنين ثلاثة أربعة وسط النفايات خمسة ستة كراتين ده غير المفكوكة ساي غير الصناديق المجدوعة جنبه والحقن دي يلا النوع ده النوع الأصغر ده اللي هو النوع بتاع التضعيم